مرحبا بك لأنا. كي دايرين لاباس عليكم؟ لاباس الله يبارك لي، الله يبارك فيك. عيد ما مبارك في الصاد في وجمعة شيشاوة مباركة. ياك؟ نعم كاين الصاد في شيشاوة؟ ايوا شوية كاين الخير. نعم، اللي ما كيعرفش فين جات بالضبط شيشاوة، فين نعتي لينا، فين جات؟ 20 كيلومتر بعيدة على مراكش. نوصلوا لشيشاوة نقلبوا على سعيدة، شنو ايه نقولوا لهم؟ مرحبا مرحبا. داركم هي اللي جات مع الدخله حدا با قاسم اللي في الحانوت، ايه راه انت تعرفي ياك؟ ايه مرحبا لاله سعيده. هذه ما جيت نجيبك. ربي يخليك لاله سعيده، اش كتقترحي علينا؟ هذه نقترح لك واحد المشي مشى بالخليع سريعه، واخا المخادير نتاع العجينه راه المهم نص كيلو تاع الفرن. نعم، واحد القريفة نتاع المليحة، معلقة كبيرة تاع الزبدة. نعم، ومعلقة كبيرة الزيت. معلقة صغيرة تخميرة خميرة نتاع الحلوة. الخميرة المعجونة والخميرة الحلوة بجوج؟ لا لا هي تاع الحلوة غير وحدة. الساشي ما نعملوهاش كاملة، نديرو غير معلقة صغيرة. لا تنخدم نوعي معلقة صغيرة. معلقة صغيرة إيه. ومعلقة كبيرة تاع الخل. نعم، واحد الشوي تاع معلقه صغيره تاع سنيده، هذه راه اللي باين ديرها لانه تزيد في الحموره تاع وواحد الشويه تاع زويته وزبيده مخلطه باش نطلقوا العجينه. ايه، والماء باش نجمعوا العجينه. هذه نعم. العجينه نعم. بالنسبه للحشوه تنديروا واحد الزليفه نتاع الخليع. نعم، واحد البصيله نشلضوها رقيقه، بصيله متوسطه تنشلدوها رقيقه بزاف. واحد مطيشه ولا جوجات متوسطين تا هما تنقطعوهم رقاق. نعم، واحد المعلقه صغيره تاع التحميره حاره وتحميره حلوه. نعناع السودانيه والتحميره لانه تيجي من الاحسن يكون حار لانه تيجي زوين. صافي هادو هما شريننا. وشوي واحد شويه تاع الزعتر. الزعتر باش كيخفف داك المذاق ديال اللي دام لي في الخليع. اذا عندنا العجين، هادو هما المقاد. نعم، عندنا العجين فيه نص كيلو تقريبا ديال الطحين. اييه، شويه ديال الملحه. معلقه كبيره ديال الزبده. معلقه كبيره ديال الزيت. معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. معلقه كبيره ديال الخل. وشويه ديال سنيده، غير الا بغينا سنيده، غير الا بغينا العجينه تجينا محمره. اييه. بالنسبه للحشوه كناخذوا واحد زلافه ديال الخليع، كنديروا معاها بصله صغيره تكون مشلده رقيقه، مطيشه حتى هي مشلده رقيقه، كنديروا ايضا تحميره زائد السودانيه وشويه ديال الزعتر. تماما، الله يعطيك الصحه. هذه بحال غنديروا رغيفات الشحمه ولكن بالخليع. شكل اخر. تفضلي. بالنسبه للعجينه تنخلطوا الدقيق مع داك ديك المعلقه ديال الزبده والخل والزويته وديك المليحه ونرملوهم في عجينه يترملوا. نعم، تتحكيهم مزيان تترملوا وتتجمعي بداك الماء. تتولي عجينه تدلكيها. نعم. مزيان وتحطيها. نعم، تتقسميها لواحد سته تاع الكويرات متوسطه. وتتسرحي عندك شي طبله تسرحي تلا كويره وديري حداها كويره اخرى تتحطي شويه تيكونوا مزادين ثلاثه، المهم ثلاثه تتحطيهم هكا على الصوص. وفي الجلد تديري الحشوه من الجنب وتلوي. فهمتي الفكره؟ لا مازال ما فهمتش. غير بالنسبه للحشوه واش البصله والمطيشه ما غنطيبوهاش؟ لا، ما هادي طيب حتى حاجه، هادي تكون رقيقه وهادي تخلط مع ذاك الخليع. الخليع هادي تقطع بالمقص وهادي تخلط كل شيء. نعم، اذا هاي الحشوه عندنا واجده. عندنا العجينه كنقطعوها الكويرات قلتي؟ ايه، سته الكويرات تقريبا. هي عندنا سته الكويرات. انت ناخذ كويره تنسرحوها كنطلقوها على طقنا. ايه، احنا نطلقوها الاولى. ايه، بحال غنطلقو المسمن. ايه، المهم تتسرحي فوق شي طبيله، خصك تكون عندك طبيله ولا فوق البوطاجي شي رخامه ولا. المهم نعم، تكون كويره حدا كويره مزيين، واحد الشوين تاع الاخرى محطوط على الاخرى. فهمتي؟ نعم. وطبحتي الحشوه في الجنب ديالهم تتكون طويله هكا بحال غنصاوبو المحنشه.
تمام، انا راه محنشه، راه سميتها محنشه بالخليع. محنشه بالخليع. اه وتتلوي. نعم. تولي انت تلوي بحال يبي تجري محنشه هكا. منين تتلوي دوك الثلاثه تتجمعيهم بشكل حاله زوني، تتجمعيهم وتحطيهم في طاوه، تعاودي تهزي دوك الثلاثه الاخرين اللي بقاو نفس الشكل وتديها مع الاخرى وتمشي غادي هكا تديري محنشه كبيره. نعم. اذا هنا غيجيو عندنا غير جوج ديال الحلزونات. لا راه ماشي محنشات. الا العجينه قسمناها على سته الكويرات، ثلاثه في الاول وثلاثه في الثاني. سيدة سعيدة، لأن ربما انقطع الاتصال بسيدة سعيدة، في انتظار إعادة الاتصال بسيدة سعيدة نعود معكم فقط المقادير المستمعين. عندنا هاد المحنشة اللي بالخليع، غنحتاجو لهم العجين، نص كيلو ديال الطحين، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، معلقة كبيرة ديال الخل، وشوية ديال سنيدة اختيارية. بالنسبة للحشوة عندنا زلافة ديال الخليع، عندنا بصلة وحدة صغيرة مشلدة رقيقة، مطيشة رقيقة حتى هي مقطعة صغيرة، شوية ديال التحميرة وشوية ديال السودانية، وما نساوش أيضا شوية ديال الزعتر. هاد المقادير ديال الحشوة كلها كنخلطوها مع بعضها، ما كيطيبو ما كنعملو لهم حتى حاجة، كنستعملوهم بحال هكذا. وبالنسبة للعجين فاحنا في الأول كنرملو الطحين مع الزبدة مع الزيت مع الملحة مع الخل، عاد كنبداو كنضيفو عليهم الماء باش كنجمعو العجينه. اذا ربما سيده سعيده راها التحقت بنا. سيده سعيده مرحبا. اهلا اختي عينا، راه تقطعش. نعم سيري يلا انت غاديه. ما كاين بس احنا غاديين، وصلنا قطعنا العجينه لسته ديال الكويرات. اييه هذوك سته الكويرات غناخذو ناخذو الاولى نطلقوها وجوج وحده اخرى ثلاثه. ايه داكشي باش قلت لك غيجيو عندنا جوج ديال المحنشات كبار. لا ولكن المحنشه الاولانيه حنا قاد ديناها. اها الاخرى تنديرو الحشوه وتنلويوها تنهزوها مرات ونتبعوها على الاولانيه، تنتبعوها باش تكون حاله زينه كثيره باش تولي عندنا وحده. وحده. فهمتي؟ نعم لا فهمت. اها كاين اللي كيبدا كيدير وحده بوحده وكيلوي على اي نيه، حنا طريقه فهمناها، طريقه فهمناها. المحنشه كتبقى كل واحد كيفاش كيعمل ليها. اللي بيدير جوج اللي بيدير فرديات يديرهم، المهم انا درتها وحده كبيره. المبدا ديالنا هو هذا. كاين وحده كبيره ونقطعوها بحال اللي كنقطعوا المحنشه في الاخر، كيوليو عندنا وحده صغيورين ولا. نعم هي الحشوه كطيب في هادشي كيطيب في الفران ياك لا سعيده؟ في الفران ملي تتجمعها كلها هي تورطي عليها بيديك من الفوق ديك الحشوه، نسيت من الفوق ديك الحشوه تدردري شويه ديال الزعتر. ايوه منين تتجمعي تطرقيها شويه غير شويه بيديك. وتخليها ترتاح، تديري عليها شي شويه طريفه تاع الزبده ولا من الفوق. نعم. وتدخليها الفران. وبالصحه والراحه. صافي كطيب ملي كتخرج تتولي مقرمشه بحال محنشه بحال ورقه البسطيله. وداك الحموريه غتاخذها من سنيده اللي عملناها. كتجي شويه محمره. نعم بارك الله عليك لاله سعيده. الله يبارك فيك اختي عينه. سلمي على بقاسم مول الحانوت. سلمي عليك الخير. شكرا جزيلا على المشاركه ديالك.